هاد الـ هاد لو نيتويون هذا خفيف بزاف على البشره زوين بزاف بزاف كيصلح البشرة الحساسه البشره اللي اللي ما كت ما كتقدش على اي منتج منتجات القاصحه ما كتقدش عليهم ما كينشفش البشره بزاف ملي كتغسلو كتحسوش بوجه لكم مجبد وناشف واخا تغسلو ما ديروش لا كريم ديالكم يبقى بلاص كيبقى الوجه ديالكم كتحسو به مرطب كتحسوش بوجهكم تغسل تفرك بزاف حتى حتى نشف الثمن آه، ديالو مناسب آه، بالنسبه للحجم ديالو 200 مل ال غنخلي لكم الثمن ديالو في الجنب آه هاد لو جيل نيتوايا سان سافون سان بارفان سان بارابين نقدروا نغسلو به حتى عينينا الا كنا دايرين ماسكارا وما درناش آه، ماسكارا ولا كحل اولا ماكياج ديال العينين وبقى لاصق لينا شويه مور ما دي ماكينا آه نقدروا نغسلو به البلاصه ما كينشفش لينا منطقه حول العين زوين بزاف زوين صالح للبشره الحساسه البشره المختلطه البشره اللي, اللي يمكن جميع انواع البشره انا بشره ديالي مختلطه الى دهنيه وفي الشتاء كتكون ناشفه وافقني وافقني في كاع الحالات وافقني في الشتاء وفي الصيف مزيان بزاف وخفيف وكي كي البشره مزيان بلا ما كينشفها بلا ما كي يحسنا ان بشرة ديالنا مضره من 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 لو لو جيل <applause> نيتوايون الثاني اولا اون موس نيتوايون هي هادي ديال نوف اكسبير بلا فيتامين سي هاد هاد لا هادي خياليه هادي كت كتغسل الوجه بواحد الطريقه عجيبه اصلا انا خوات بقا فيها واحد شويه انا حيت كنبغي نبدل مره مره كنبغي نبدل لو جيل نيتوايون ديالي ولا لا موس نيتوايون باش باش الجلده ديالي ما تولفش عليها باش نبقى نحسب بداك الفرق ما بين ما بين المنظفات اللي كننظف فيهم البشره ديالي وهكا حتى كنجرب كنعرف شكون اللي مزيان شكون اللي لا شكون اللي صلح لي البشره ديالي شكون اللي اداها شكون اللي دار ليها شي نتيجه زوينه نوف اكسبير ماركه مشهوره معروفه المكونات ديالها دوريجين ناتوريل 100% دوريجين ناتوريل يقدروا يستعملوها السيدات اللي حاملين اللي كيردو. الناس اللي كتصلح لكاع انواع البشره هاد لاموس ملي كتغسلو بها اول ما كديروها كديرو غير واحد كتوركو غير واحد ل... توركه وحده هكا غير واحد البركه وحده هكا على على هاد لابومب كتخرج لكم شويه ديال لاموس كديروها على وجه ديالكم كامل وكتسناو 20 ثانيه ومن بعد كتبداو تحكوها هكا كتمصيوها بحركه دائريه حتى هي واحد 10 ديال الثواني ومن بعد كتشلو وجهكم كيبان لكم واحد سوغ بلاص كيبان لكم الوجه ديالكم منور كبدا كيفتح شويه كيعاون على التفتيح ديال البشره حيت فيه لا فيتامين سي أه الكومبوزيسيون ديالو زوينه بزاف أه كيصلح لكاع انواع البشره تو تيب دو بو ها آه هي 20 سكون 20 سكون 20 سكون كرونو كديروها 20 ثانيه كتحسب بوجه ديالكم كاين واحد التغيير كاين واحد واحد ليكلا البنات اللي كيقلبوا على أه ان جيل نيتويون ولا اون موس لي كتفتح البشره احسن وحده غادي تلقاوها هي هاد ديال نوفيكسبير الثمن ديالها شويه طالع نخلي لكم ديالها في الجنب أه ولكن كاين البديل ديالها قريب ليها ماشي بحالها ماشي نفس هو جل ماشي موس أه شويه قاصح على هادي دي ديال نوفيكسبير ولكن حتى هو كيدير تقريبا نفس النتيجه لو جينيتوايون البديل ديال نوفيكسبير هو هذا ديالنا بلا فيتامين سي والمانوكا هاني عسل المانوكا هذا آه حتى هو يا جيل زوين بزاف انا ساليتو صافي آه سالا آه هذا عطيته حقو مزيان جربته حتى سالا عجبني بزاف الناس اللي البشره ديالهم مختلطه دهنيه الناس اللي البشره ديالهم جافه يبعدوا عليه حيت كي يزيد ينشف شويه الوجه كنحس بيه نشف لي وجهي ولكن راه راه واحد كيبقى واحد الشكل في لابو من بعد ما كتغسلوه كيبقى وجه ديالكم كبري كيبقى الوجه ديالكم فيه واحد واحد ليكلا خطير حتى هو كيفتح حيت لا فيتامين هو فيه لا سي وفيه المانوكا هاني قلب على عسل المانوكا الفوائد ديالو للصحه والبشره هذا آه الثمن ديالو نازل هذا كنت من اي هيرب الثمن آه, ديالو نازل بزاف كاين هنايا كيجيبوه لي لي فوندوز و لي و... فوندور هنايا ولكن عفاكم تاكدوا منه انه يكون اوريجينال آه, ماشي مزور و وشوفوا راقبوا الثمن حيت في في اي هيرب الثمن ديالو ناقص بزاف 60 درهم ستيندرهم... حتى ل 70 درهم ما هكا هذا هو الثمن آه, زائد لي كود داك داكشي راه كيكون كيكون رخيص بزاف حتى هو زوين الثمن ديالو اكثر من من النص ديال ديال نوفيكسبير اكثر واقيلا تريبل حتى هو مزيان ولكن نوفيكسبير كيبقى خفيف على البشره كيغسل يغسل مزيان كي ما كيغيتيش البشره يصلح جميع انواع البشره هذا لا هذا كيصلح البشرة, البشره اللي فيها الحبوب البشره اللي ميد بزاف والبشره اللي مختلطه هذا زوين بزاف هذا من احسن الغسولات اللي جربت هما هاد ثلاثه نوفيكسبير وناو هذا ديال ناو وهذا ديال بيوديرما نبقاو دائما في بشرة ومشيو مقشر الناس اللي شافوا الفيديو ديالي ديال فيديوهات ديالي ديال اي هير بغي يعرفوا انا شحال كتعجبني هاد لا مارك وماشي هاد لا مارك هاد المقشر انا يلا خديت لو جيل نيتويون ديالها حيت انا ليا هاد هاد لي ديولي بقى لي غير شويه في, في نوف اكسبير ملي غير سالي غادي نجرب الغسول ديال الغسول ديال هذا ديال اكور هاد المقشر قد ما قلت شحال ما كنقول عليه واعر ما غاديش نوفي حقه زوين بزاف هاد المقشر كيقشر البشره هو واحد شويه خصكم اول مره غديروه غيجيكم غي بحال القاصح غادي تبدلو غير ديك الناس اللي, مم... اللي عندهم بشره مختلطه ودهنيه تقدروا تستعملوه جوج مرات في الاسبوع كديروه للناس اللي عندهم بشره دهنيه تقدروا تستعملوه مع واحد مع هاد لابغوس ديال السيليكون نهضر لكم عليه دابا ولا غير بيديكو اول مره جربو غير بيديكو الناس اللي عندهم الحبوب ما يبركوش بزاف على بشرة غير واحد شويه كيدير تقشير خيالي كيعطيك واحد التفتيح وواحد النضاره فوريه غير كتغسلو كتشوفو وجهكم ولا كيبري انا كندير مقشرات طبيعيه مقشر قهوه اللي حطيت لكم في فيديو قبل والكوكو الزيت ولكن هذا هذا عنده واحد النتيجه اخرى بعيده كل بعد على المقشرات الطبيعيه المقشرات الطبيعيه تما زوينين ولكن هذا عنده واحد النتيجه اخرى كينقي البشره كيحيد الجلد الميت وكيعطي واحد النضاره للبشره زائد انه المعجزات <applause> والناس اللي عندهمش الوقت باش موضوع يوجدوا المقشر هذا واجد ساهل ما هلك على وجهك كيخرج وجه فن <applause> آه، نبقى نبقاو في الوجه نمشيو نمشيو لهاد لابغوس هاد لابغوس كلشي كيعرفها ما يمكنش ما تشوفوهاش هادي الثمن ديالها 13 درهم يمكن ولا 10 دراهم المهم انا عندي مش حال هذا هاد لابغوس ديال السيليكون عرفتو واحد واحد لابغوس اللي اللي كلشي كيهضر عليها وكاينه عند لي زانفلونسوز وكاينه عند الخليجيات بزاف وشي مغربيات حتى هما كيديروها هذيك لوناتو لوناتري لونا انا شفت شي دي يوتيوبرز اللي اللي كنتيق فيهم كنتيق في الراي ديالهم وهذا عندها نفس الفعاليه مع هذه تخيل هذه ب 13 درهم والاخرى واقيلا لا ما كنعرف انا واقيلا كدير من من كاين فيها بزاف من 1500 درهم وانت طالع نفس نفس الحاجه غير الاخرى ابليكاسيون في تليفون هذا ماساج ما عرفت شنو هذه واعره البنات اللي كيقلبوا على شي على شي فرشه تيغسلوا بها الوجه ديالهم اللي كتنقي يستعملوها مع مع لو جيل ديالهم اللي كيغسلو به هذه واعره كتحسوا بها غسلات لكم الوجه ديالكم مزيان وهاد الشعيرات ديالها رطيت ديال السيليكون ما أديوش البشره وما تخافوش منها السيليكون ما كيجمعش البكتيريا يعني واخا تخليوها في الحمام من الاحسن تنشفوها وتخليوها في بليصة اللي مسدوده نزيدوا الاحتياط باش ما يكونش عليها لي بكتيري المهم هذه زوينه بزاف غير واحد الحاجه ما تستعملوهاش بزاف هذه من الاحسن تستعملوها نهار اه ويومين لا ولا نهار اه ونهار لا حيت بحال هذا النوع ديال هاد الشعيرات اللي كنشوفوا ديال اي بغوست كتحط على البشره ديالنا كتزيد توسع لينا لي بور كتزيد توسع لينا المسامات شحال ما كانت ولا كانت هذيك لونه الا كان في ديال فوريو فوريو سميتها الا كانت هذيك ديال فوريو الا كانت هذه الا كانوا هذوك ديال اللي فيهم بحال الزغيبات اي حاجه كتحط حرش على على لابو ديالنا كتوسع كتساعد في التوسيع ديال المسامات يعني هذه انا هذه كنستعملها مرات الجوج مرات في السيمانه الا درتها بزاف كنت كنستعملها كل نهار في الاول ولكن مرات جوج مرات في السيمانه كافيه وتقدروا تستعملوها حتى مع مقشر كي قلت لكم من الاحسن هاد المقشرات الجاهزه ماشي مقشرات طبيعيه أه باش ما توسخش باش ما يبقاش فيها سميتو المقشرات الطبيعيه كيكونوا كي قاصحين اكثر من مقشرات الجاهزه آه لو ثاني الثاني لي الحاله ديالو غادي تكون مكرفصه <applause> هو هذا هذا كريم ديال دي بودي شوب الا بغيتو تعرفوا عليه اكثر رجعوا للفيديو ديال منتجات دي بودي شوب هذا كريم بلا فيتامين او ديال منطقه حول العين بلا ما نبقى نهضر بزاف نقول لكم بزاف عليه شوفوا الحاله ديالو قسمت شوف كثرت ما زوين بقيت ما سخيتش حتى تمشي منه زوين هذا كيرطب هذيك المنطقه سمع نقول لكم واحد الحاجه قبل ما ما نكملوا الهضره عليه ما عمركم تسناو من شي كريم قد ما كان غالي من خمسين درهم حتى ل 5000 درهم عمركم ما تسناو منه غير لكم شي حاجه على المنطقه هاد الحاجه اللي هي غادي يحيد لكم مثلا هاد السوداء الا كانوا عندكم كثار ولا غادي يحيد لكم التجاعيد من ديك المنطقه ولا غادي يدير لكم شي حاجه خياليه هاد الكريمات كيرطبوا هاد الكريمات كيوقيونا من التجاعيد المبكره كيعطلوا لينا التجاعيد ولكن الا بدينا كنديروهم من 20 عام للفوق من 18 عام للفوق من 18 عام اللي عندها بنيتات صغار وهذا وطاحت في نفس المشكل هي قبل دير لهم هاد الكريمات تقلب على كريمات لي كومبوزيسيون ديالهم زوينه وما فيهمش مواد ضاره ويتعلمهم يرطبوا هذيك المنطقه ديال حول العين حيت هذيك المنطقه رقيقه بزاف حساسه بزاف سورتو الناس اللي كيستعملوا المكياج بزاف ترطيب ضروري جوج ثلاثه المرات في النهار فوقاش ما دزتي لك هذيك المنطقه ناشفه كترطبيها ما توركوش عليها بزاف غتبقاو غير ديروا لا كريم وتبقاو طابوطيو هكا واحد شويه ترطبوا هذيك المنطقه وكاينين كاين واحد الرولوات هذاك جاد رولر دابا نوري لكم من بعد هذاك حتى هو مزيان بزاف مع لي كريم كيدخل لي كريم في المنطقه ديال الحولان ديك المنطقه كتبغي عينيا بزاف كتبغي منطقه هذيك هذيك ولا هما اول بلايص كيتشوهو كبينو 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 واحد كبير واخا يكون ما كبيرش الا كان ما مكي كيعتنيش بهم كبينو كبير هاد لا كريم بلا فيتامين او هاد 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 جام كلها واعره انا انا جربت منها هذا وجربت منها تونر اه ديالهم خطير واعر بزاف ها هو انا مازال غادي فيه ما بقيتش كندير شي تونر واحد اخر من غيرو زوين بزاف كيخلي البشره كيخلي واحد النضاره كيخلي واحد كتشوفو كتشوفوا لابو كتبري بلا ما دهنوها حتى شي حاجه غير هو كينشف كتشوفوا لابو ديالكم كتولي كتبري زوين بزاف حتى هو بلا فيتامين او زوين بزاف هاد التونر من نفس لاغام وهاد الماسك هاد الكريم ماسك ديال الليل من نفس المجموعه بلا فيتامين او حتى هو هذا كديروه بالليل كتهنوا على وجهكم الصباح كتحسوا بوجهكم بحال بحال ما شنو دايرين ليه ما طب ما كاينش شي حاجه سميتها نشوفيه والنضاره غزال كيحمق رجعوا الفيديو ديال دبادي دي شوب غادي تشوفوه تشوفوني كنهضر عليهم وديك الساعه كنت يلاه بديتهم كنجرب فيهم <متصفيق> المده غتبين لكم شحال اللي جربته بزاف هو هذا اوتونر هاد الماسك كريم عندي حوايج اخرين كنديرهم كنديرهم مره 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 في <متصفيق> السيمانه جوج مرات الا كثر هو اللي درتوه كل نهار كتولي كاع الناس لانه بشره جافه بزاف وحساسه وداك الشيء كتعرفتي البشره كتولي واعره هذا كيرطب هذيك المنطقه الا درتوه قبل ما الماكياج كيخلي واحد الملمس زوين بزاف كتحسو ديك البلاصه ما مجبده ما كينقص شويه من الهاله السوداء ولكن ماشي بوحدو الهاله السوداء خاصهم من النعاس تشربوا الماء بزاف الا ما كانوش وراثيين وداكنين هذوك راه ما كيقضي فيهم حتى شي حاجه من غير ما نعرف شنو كيديروا لهم عمليه كيديروا لهم حقن بوتوكس ولا ما شنو ما عرفتش عنديش درايه بهذاك المجال مهم هاد لا كريم اللي كتقلب على كريم آه زوينه لهذيك المنطقه ديال الحولين ياخذ هذه دي ديال دو شوب زوينه بزاف ما تندموش عليها والكريم الثانيه اللي جربت هذه الثمن ديالها طالع بالنسبه لهادي ما بزاف ولكن طالع بالنسبه لهادي هذه بيو كاريتي هذه لقيتها غير باغازار لقيت, لقيت واحد واحد البنيته كدير انستغرام آه كتهضر عليها واني كنتيق في هذيك لاباج كنتيق في هذيك البنت آه كتوصي كت، كت بمنتجات زوينين اللي هي مجرباهم هذه الثمن ديالها رخيص كدو 50 درهم 53 درهم ولا 50 درهم كاتبين عليها اونتي بوش ليس ادغات اونتي آه، بوش ما نعرف ما عنديش لي بوش آه، كي ادغاتي كي ادغاتي مزيان زوين بزاف حتى هو الترطيب ديال ديك المنطقه ما شفتش عليه شي حاجه اخرى من غير الترطيب مهم زوين بزاف آه الكومبوزيسيون ديالو زوينه بزاف بالكاريتي او بلي نوار بلاتي لا لويفيرا. بلي شنو هي هادي لي دي ديلميس على ديلميس المهم نخلي لكم نخلي لكم في الجنب شنو المعنى ديال 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 هاد المكونات اللي فيه اللي كتقلب على شي كريم رخيصه آه الكومبوزيسيون ديالها زوينه وكترطب مزيان ياخد هادي بيو كاريتي كدير كدا خمسين درهم في بارافارماسي ديما في الوجه لي كريم ايدغاتانت هادي او حتى هي خديتها من آه... اي هيرب كنقول لكم يفروشي حتى هي خديتها من اي هيرب هادي كريم واعره بزاف غير هي الثمن ديالها في المغرب والثمن ديالها في اي هيرب لا علاقه وقيل غلا في المغرب غلا ثلاثه المرات على اي هيرب زائد ان اي هيرب انك متاكد مليار في المية ان المنتجات أمريكية اصلية هذا ماشي منتج امريكي هذا منتج الماني ان المنتجات اصلية ما مزورة ما حتى شي حاجة وكديرها وانت هاني هذه بالكيوتين هذه آه ضد علامات التقدم في, السن كترطب مزيان الا بغيتو ديروا شي مكياج مثلا كانت البشره ديالكم ناشفه وبغيتو ديروا شي فون دو اللي ناشف شويه وبغيتو البشره ديالكم دي تبان واعره وما تقشر ما حتى شي حاجه وما تشقق ما والو كديروا الكو شويه غليظه وكتخليوها حتى كتشربها لا ومن فوق منها كديروا المكياج كيخرج مكياج واعر زائد ترطيب زائد النضاره ما كتخرج الحبوب لا والو الناس اللي البشره ديالهم اللي معرضه للحبوب هادي احسن كريم ايدغاطون جربت في حياتي زوينه بزاف أه سالات سالات ليا بين ما نشوف اون كريم اخرى ناخذها كنت كنقلب على اون كريم نديرها لوجهي سواء ديال بوزي ولا هذا ناخذها من بارا فارماسي بين ما ندوز شي كوموند في اي هيرب وناخذ هذه حيت ما يمكنش غناخذها من هنايا بهذاك الثمن هذاك الثمن الخيالي اللي كاينه به في الفارماسي وفي لي كانوا عطيني دي زيشونتيون ديال ديال في البارا صيفطوهم ليا وعطيني هذا ديال سيغافي وقلبت ما بين هذوك باش زعما باش نقدي وجربت هاد هاد لي شونسيون ديال لا كريم ايدغاتان فيزاج ديال غافي زوينه واعره واعره واعره, واعرة بزاف فيها اس بي اف 25 كديروها يعني اللي كنتي في الدار راك محميه واحد بدرجه 25 على على اشعه الشمس اللي كتدخل لينا واخا في الدار كنحتاجو شي واقي من الشمس هذا مزيان 25 مزيانه وقايه مزيانه للدخل ديال الدار ولا السخونيه ديال الفران ولا الطياب ولا هذا كترطب مزيان نون كوميدوجين يعني الناس اللي معرضين للحبوب ما كديرش لهم الحبوب كترطب مزيان ما فيهاش بارفان واخا كتقربوها للجهه ديال عينيكوم كدير لكم حتى شي حاجه ما كتحرق في العينين ما والو ما كديرش حساسيه في البشره آه، غندير لكم من بعد فيديو على المنتجات اللي خايبين بزاف واللي ماضيعوش فيهم فلوسكم وغنهضر لكم فيهم على اون كريم هيدراتانت اللي مخصكمش تقربوا عندها حيت الدرسه دارت لي حاله في وجهي ما عمرني شي حاجه درتها على وجهي ودارت لي ديك النتيجه بحال هذيك لا كريم ان شاء الله غنجمع لي برودوي اللي ولي ما مزيانينش واللي ما عجبونيش ونهضر لكم عليهم المهم هذه حتى هي هذه سيغافي والثمن ديالها مناسب نكتب لكم الثمن ديالها في الجنب ولا مارك سيغا زوينه بزاف حتى هي كاينه في اي هيرب حتى هي ان شاء الله من ندوز آه كوموند وحده اخرى غناخذ هاد لا مارك من تما كنت كنشوفها ما كنتسوقش ليها ولكن تلقات زوينه لا كريم بعدا لا كريم زوينه اللي عنده شي تجربه مع هاد لا مارك لينا في لي كومونتير نستافدو بعدا قبل ما تكملوا لا فيديو ديروا ليا واحد جيم ومنين نتسالي وخليو ليا شي كومونتير زوين اللي تشجعوني به باش نبقى ندير لكم بحال هاد الفيديوهات آه كيعجبني بزاف ملي كنشوف لي جيم ديالكم ولي كومونتير ديالكم كتفرحوني بزاف كتشجعوني باش نكمل في هذا الشيء ونزيد حيت حيت هذوك لي كومونتير ديالكم وهذوك لي جيم اللي كنشوف هما اللي كيخليوني نوض وندير فيديو ونقلب وندير, وندير لكم شي حاجه اللي لي مفيده نرجعوا للمنتجات ديالنا وفي نفس لا مارك هذه كريم ايدغاطانت ديال اليدين هذه هي كريم واعره الناس اللي يديهم مهلوكين بالشقة ومشقين وناشفين وحالتهم حالة هاد لاكريم واعرة حتى نفس المشكل حتى في اي هاد الثمن ديالها رخيص غنخلي لكم في الجنب وهنايا التريبل ديال الثمن ديالها ميمكنش غالية بزاف هنايا وكريم كتستاهل زوينه بزاف عندكم واحد لاسيوس خذوا لا فيتامين او الزيت ديال لا فيتامين او وزيدوها مع اي كريم كديروا ليديكم قد ما كانت رخيصه زدو عليها لا فيتامين او أه وديريها ديروه كميه مزيانه ديروا بعدا كميه في الاول مزيانه تشربها لابو بوم مزيان وعاودوا عاوتاني ثاني هذو الناس اللي يديهم مهلوكين بالمعقمات بجافيل بالشقا بأي حاجه كيستعملوها يديهم مهلوكين يديروا هاد لاستيوس مهم هاد لا كريم اللي كيقلب على اون كريم يدغاطون تي دي دين واعره كاينه هادي وكاينه حتى هادي هادو ديال باليا هادو الخاص لك كتعرفو الناس كيجيبو منتجات ديال البلايا أصلية بلايا الثمن ديالها رخيص حتى هادي زوينة بزاف معرفتش شحال كنت خديتها المهم سولو الناس اللي عندهم من المنتجات حتى هاد لي كخيم زوينين حكرتهم ولكن بديت كنستعملهم زوينين بزاف كيرطبو مزيان البشرة وخلاص الناس ديال ديال ألمانيا وهدا راه كاينين في الدي إم المنتج الموالي هو هاد لوميسيلاغ ديال كارني هذا اللي كتقلب على شي دي آه زوين ما يحرقش في العينين ما كي البشره كيمسح المكياج مزيان تقدرو تمسحوا به لابو ما يكونش عندكم فيها المكياج غيتنقيوه بها آه تقدروا تمسحوا المكياج اللي كنتو عيانين شي مرات ما كنصحكمش ديروها ديما تمسحوا المكياج بلا ما تغسلوه آه كيمسح مكياج مزيان سمحوا كيمسح مكياج مزيان كينقي البشره مزيان طبعا. هو هذا تقدروا تستعملوا هذا الثمن ديالو مناسب كميه ديالو كبيره في احجام مختلفه فيه بزاف ديال ديال الالوان شي ثلاثه ولا اربعه على حسب البشره وعلى حسب الاستعمال اللي اللي بغيتو انا جربت غير هذا الغوز زوين بزاف وهذا هو البديل الكوبي بنسبه 98% ديال لوميسيلير ديال بيوديرما لوميسيلور ديارمارا لي غنخلي لكم الصوره ديالو هنا هو اللي كنت كندير قبل من هذا وكيقرا دياله ومشات ليا ما عرفتش فين نرميتها يمكن غنخلي لكم في الثمن ديالو الصوره ديالو في الجنب هذا البديل ديالو اللي اللي ما بغاتش اللي ما عندهاش الامكانيات باش تشري بيو تشري هذا راهم بحال بحال كيمسحوا بحال بحال كيديروا نفس الفعاليه نفس النتيجه حتى هو يزوين بزاف هذا هذا اللوميسيلور ديال غارني زوين بزاف موجود في غران سرفاس كاين في الميم شيئ المنتج الموالي هو هذا هاد لاموس ديال نيفيا هادي هاد لاموس كترطب كتعيد غاتي لو كوغ تقدرو تيدغاتيو بها لو كامل من العنق حتى للرجلين آه زوينه كتيدغاتي <applause> لي لاطاسيون ديالها زوينه هاكا كديروها كتبقاو تدهنوها هاكا حتى كتغبر ليدغاتاسيون دي ديالها زوينه كتنشف ما كتخليش لو كور ميدمب الناس اللي ما كيبغيووش يرطبوا لو كور ديالهم بلي كريم ولا بالزيوت اللي ما كيبغيووش داك الملمس الدهني هاد الترطيب ديالها زوين الريحه ديالها خفيفه وزوينه منتجات ديال نيفيا معروفين يعني اغلبيه ديالهم زوينين بالفرامبوا سوفاج او تي بلون كتصلح لابو سيش لابو اللي ناشفه بزاف في يمكن فيها الوان وحدين اخرين انا ما عرفتش انا حيت ما خديتهاش من بلاصه فيها بزاف ديال الالوان كنت خديتها غير من بيم لقيت هذا اللون بوحدو وكنت شفت بنات كيهضروا عليها وبغيت نجربها زوينه ليغراتاسيون ديالها زوينه كترطب مزيان وما كتخلي لا بورطبا وما كتخليهاش ميد كتخليش داك داك الملمس الدهني المنتج الاخير اللي غنهضروا عليه هو مزيل العرق هذا الناس اللي شايفين فيديوهات قبل ديال اي هير بدا شيتو من اي هير كنخدم اي هير منتج امريكي الترا ماكس ارم أه... هامر هي هي لا مارك هذا منزيل عرق زوين بزاف الا لقيتوه غير شريوه الريحه أه... ديالو هذا هذا اللي فيه هذا الغوز هكا ماني ما جربت شي واحد اخر ماقدرش نهضر عليه كنشري ديما هذا هاد الغوز أه... غوز هاد الباودر فريش ريحة ديالو بحال لابودغ ديال الدراري الصغار بحال هداك الحليب الغوز ديال جونسون هاديك لاكخيم ديال جونسون ديال ديال الوليدات الصغار ريحة ديالو كتحمق كيعطي تبيض لهاديك المنطقة كيف فتحها شويه انا صراحه كنسمع الناس كيقولوا كي هذا القضيه ديال التفتيح ما نكذبش عليكم انايا ما شفتهاش حيت ما كانش عندي سواد في هذيك المنطقه آه الريحه ديال العرق ما كتشموهاش ما كدورش بكم حتى اليومين دوشو تعرقوا تخرجوا ديروا سبور ديروا اي حاجه صغتوا البنات اللي ولا لصالط سبور وهذا وهذا نداء عفاكم البنات ان شاء الله بني حلو لاصالط سبور وداك الشيء قبل ما تمشي ديري سبور اعتنيوا آه بالنظافه الشخصيه هي الاولى حيت بعض المرات كتكون الريحه ديالك كيكون فيك الريحه ديال العرق ولا هذا راه صافي كطيح لك كل شيء ما بقى حتى شي حاجه هذه دي غير وحده من بزاف ديال البلايص حتى لا سال دو قبل ما ليها حتى هي نغسلو ديك المنطقه ولا ناخذوا لا دوش ديالنا ونديروا ستيك ونديروا النظافه ديالنا هي الاولى هاد هاد ال ال الستيك واعر والدليل <applause> ما كنبدلهاش كنديرها بوحدها ان شاء الله نهضر لكم على بدائل وحدين اخرين بالنسبه للبنات اللي ما اللي ما متوفرش اليوم هذا هذا في اي هيرب حتى هو الثمن ديالو رخيص كنت مره قبل من اي هيرب كنت خديته كنت خديته ب درهم من هنا ولكن في اي هيرب الثمن ديالو رخيص زوين بزاف ما فيهش مواد اللي اللي مؤذيه اللي كتاذي البشره ما فيهش الالومنيوم ما فيهش بزاف ديال الحوايج قلت لكم كيعطي التفتيح والنتيجه ديالو في ازاله رائحه العرق زوينه بزاف غير هي عافاكم منين بغيو نديرو بحال هاد لي ستيك ولا لي دوغون ولا هذا كاين اللي كتكون مثلا عرقانه لي ديك بلاصه وملصقه وموسخه ما مدوش ما والو وكيدير ستيك كي اليوم كيعاود يديرها غدا وخا كل يوم مدوش كيعاود يديرها غدا على العرق وبعد غدا على العرق وكيقول لك هاد ستيك مزوينه مدرت درت ليا والو كدير ليا الريحه لا المنطقه خاصها تنظف مزيان بصابون تغسل بزيان من الما نشف مزيان ما يبقاش فيها الماء ومن بعد كنديروا الستيك وديك الساعات عاد نقدروا عليها واش فعاليه ديالها مزيانه ملي درناها على الوسخ فمانا مسكينه ما تدير هي ماشي حل سحري ماشي هي غادي تنقي لك وتغسل وتمسح ودير كلشي انا ساليت لي برودوي ديالي هاد لي برودوي اللي وريتكم صوف الجزء الثاني ولا الجزء الاول نتمنى يكون عجبكم هادو آه منتجات ما غتجربوها ما غتندموش عليها منتجات رائعه انا مجربها بزاف ديال الوقت الاغلبيه ديالهم ساليتهم واللي ما اللي وريتهم لكم ما مسالي انا ديجا مجرباهم مره وجوج وثلاثه ما نوريكمش شي حاجه نجربها باش نهضر عليها من فراغ آه نتمنى الفيديو يكون عجبكم كنتمنى ديروا لي لايك like وتخليوا لي لي like فيهم اسئله ديالكم فيهم آه اقتراحات على فيديوهات وحدين اخرين انا راهن الاشاره على اي سؤال اي جواب اي انتقاد شكرا بزاف الناس اللي مجربين شي برودوي من هاد لي برودوي ما ليهم اولا كان مزيان بزاف وعجبهم يخليو لينا كومونتير كلشي يستافد انا والناس اللي غيقراو لي كومونتير شكرا بزاف وبسلامه نتلاقاو فيديو جديد